اصدقائي واصحابي، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات العاب الميتافيرس والبلاي تو ايرن والان اف تي جيمز. مبدئيا متشكر جدا على دعمكم الجميل من لايكات واشتراكات ولو حتى بمشاهدتكم للفيديوهات، طبعا على اساس طلباتكم في التعليقات ان احنا نشرح لعبه ليج اوف كينجدمز. فيديو النهارده هيكون شرح مفصل عن لعبه ليج اوف كينجدمز وازاي تقدر تربح منها وعملتها ورايي في اللعبه واذا كان اللعبه لسه عليها هايب ولا خلص. بس اتمنى ان انت لو اول مره تشوفني انك تدوس سبسكرايب عشان كل اللي جاي من العاب بلاي تو ايرن هيهمك جدا جدا. واكيد طبعا تقدر تنضم لنا في سيرفر الديسكورد، هتلاقيه موجود في الديسكريبشن عشان لو عندك اي استفسارات في المستقبل او اقتراحات لاي العاب بلاي تو ايرن تقدر تتابع معانا بشكل مباشر. طبعا لعبه ليج اوف كينجدمز موجوده من 2020، ولكن اللعبه طبعا دخل فيها استثمارات باكتر من 3 مليون دولار، ده طبعا قبل ما تخش في عالم العملات الافتراضيه والان اف تيز. بعد كده طبعا لما اللعبه نجحت ابتدى الاقبال على موضوع الان اف تي يكبر والاسيتس والالعاب البلوك تشين، فطبعا اللعبه قررت تستخدم تقنيه البلوك تشين في ان هي تحصل على اسيتس جوه اللعبه، سواء كان دراجونز او اراضي في القارات اللي انت هتحارب عليها، او موارد تقدر تستخدمها في بناء الجيش الخاص بيك والارض او مملكتك. اللعبه ام ام او، وهو ده معناه ماسيف مالتي بلاير اونلاين جيم، يعني تقدر تلعب مع اصدقائك او تحارب اعداء تانيين بشكل عشوائي. وطبعا تقدر تنضم لجلد بي اي جي لو انت محتاج تجمع اصدقاء او حلفاء داخل اللعبه، لان اللعبه مبنيه على استراتيجيه الحروب، فاكيد هتحتاج حلفاء داخل الحروب دي. اللعبه تقدر تلعبها من اي براوزر عادي جدا، تقدر تعمل لك كونكت الوالد بتاعتك من خلال شبكه الايثيريوم، وتقدر ان انت تلعب اللعبه على شبكه الايثيريوم لان هي مدعومه ب اي ار سي 721 الخاصه بالان اف تيز بتاعت لعبه ليج اوف كينجدم. طبعا لو هتلعبها من على الموبايل برضو تقدر تنزل الميتا ماسك على الموبايل سواء كان اندرويد او اب ستور، وتقدر انت تدمج الاسيتس والان اف تيز بتاعتك جوه اللعبه او تبيع برضو من خلال اوبن سي. واكيد طبعا هتحتاج تعمل كونكت لنفس المحفظه الخاصه بليج اوف كينجدمز على اوبن سي. طبعا اول حاجه لو انت تلعب اللعبه من على البراوزر هتدوس جيم ستارت، هيدخلك على موقع بلاي ليج اوف كينجدمز وتقدر ان انت تلعب اللعبه من خلاله على المتصفح. الماركت بليس الخاص بيهم تقدر تدوس عليه من هنا، هيفتح لك برضو كل شيء خاص بالان اف تيز بتاعتهم سواء كان دراجونز، ودي هتكون اسعارها، وبتقدر تشتريه بالايثيريوم. طبعا كل دراجون من دول ليه اليمنتس وليه باور مختلف واكيد شكل مختلف. برضو تقدر تشتري اراضي او تبيع اراضي من خلال الماركت بليس ده، لكن حاليا مفيش اي شخص بيبيع. السكنز كامينج سون والموارد برضو كامينج سون، لكن لو دخلنا على اوبن سي هنقدر ان احنا نشوف اراضي خاصه بلعبه ليج اوف كينجدمز موجوده في مزادات للبيع، وكل مزاد ليه مدة معينة بينتهي فيها. برضو اكيد تقدر تشتري اسيتس او موارد زي اللي انتم شايفينها دي من على اوبن سي لحد ما الماركت بليس الخاص بموقع ليج اوف كينجدمز يكون مفتوح لبيع الريسورسز والسكنز. تقدر برضو تشوف اسيتس كتير جدا للعبة، اللعبة طبعا الاكتيفيتي بتاعها كويس جدا وفي استمرارية في بيع الاسيتس بتاعته زي ما انتم شايفين، كل ساعتين ثلاثة بيبقى في بيعة، والاراضي هي اكتر شيء بتتباع حاليا من خلال اوبن سي زي ما انتم شايفين، في منها الرير والابيك والانكومون والليجندري، وطبعا اسعارها عاليه لحد ما سواء كانت انكومون او ليجندري بيوصل ل 1000 دولار. طبعا اكيد انا مش برشح اي شخص ان هو يشتري ان اف تيز او يحط اي فلوسه في اللعبه، تقدر تلعب اللعبه فور فري عادي جدا من غير ما تدفع اي شيء وتطلع برضو اسيتس تبيعها في الماركت بليس وتربح من اللعبه. ده غير طبعا انت ممكن تربح من انك تحارب قارات ثانيه في الدورات اللي بتعملها ليج اوف كينجدمز وتكسب لوكا كوينز او دراكو، والدراجو دوت تقدر تستخدمه جوه اللعبه، واللوكا كوينز هي العملات اللي تقدر تربح منها فلوس حقيقيه لو حطيتها طبعا على منصات اكستشينج زي باينانس كوين بيز وكو كوين، وده طبعا بيتم من خلال محفظه الميتا ماسك اللي انت ربطتها باللعبه في البدايه. توتال فوليوم الخاص باللعبه فوق ال 3074 ايثيريوم، وده فوليوم كويس جدا الى حد ما، وبيقدر يشرح لنا قد ايه اللعبه ناجحه لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين الفلور برايس للاسيتس زي الخشب والستونز تبقى حوالي 0.01 ايس، وده الفلور برايس لمثلا ال 10 مليون قطعه من الخشب،
ده طبعا بتستخدمه في انك تعلي ليفلات البنايات الخاصه بالارض بتاعتك او المملكه بتاعتك. نفس الموضوع على الستونز، بتقدر برضو تستخدمه في البنايات بتاعتك، والقمح او الذره بتستخدمه في ان انت تكبر الجيش بتاعك او تعلي ليفلاته. ولو بصينا هنا تحت هنلاقي ان ال10 مليون قطعه من الستون زاد السعر الفلور بتاعهم بحوالي 210%، فده طبعا شيء كويس لو انت هتلعب اللعبه وتجمع موارد وتبيعها في المستقبل. زي ما انتم شايفين سعرها بيعلى، وده طبعا موقوف على نجاح اللعبه. خلينا دلوقتي نخش نشرح اكتر عن اللعبه. تقدر تعمل كونكت بجوجل او ابل اكاونت او فيسبوك او الايميل بتاعك، او تبقى ان انت جست عادي جدا. تقدر برضو تحط الريفلر كود لو انت حابب تدعم شخص معين، وانا هسيب لكم طبعا ريفلر كود خاص بالقناه تقدروا تدعموني من خلاله لو انتوا لسه هتسجلوا وتبداوا في لعب ليج اوف كينجدم. ولو انت عايز تجرب بس اللعبه تقدر تدوس على جست. طبعا انا هستخدم جست عشان اجرب اللعبه معاكم واوريكم تفاصيل اكتر عن اللعبه. هنا بيبقى قسم الميشنز اللي انت قادر طبعا تحصل على جولد من خلاله، او تحصل على موارد مختلفه كتير لما تيجي تكمله زي كده بالظبط. وبيقول لك تعمل ايه بالظبط. تقدر تعمل ليفل اب لبيلدينجز معينه، وبياخد شويه وقت عشان يعمل البيلدينج ده. طبعا في العاب كتير ام ام او استراتيجيتك لعبناها قبل كده شبيهه لكده، ولكن طبعا اللعبه دي هتكون ان اف تي، ان انت تقدر تربح منها ومش مجرد تضيع وقتك على الفاضي. في كويستز هنا بتقدر ان انت تعمل كليم اول ما تخلصها، وكويستز برضو للايفنت تقدر برضو تجمع الموارد اللي انتم شايفينها دي. طبعا كل شيء ليه استخدام، زي ده مثلا بيسرع لك عمليات البناء، او لو انت بتكبر الجيش بتاعك ده برضو بيخلص لك عمليات البناء لمده 24 ساعه. بتيجي تعمل له كليم، وطبعا مع مرور الوقت هتفهم كل شيء وايه فايدته جوه اللعبه. دي كريستالات برضو تقدر تستخدمها في اشياء كتيره، ولكن بتطلب كتير، فحاول ان انت ما تضيعهاش في اي شيء، لان دي هتحتاج انك تودع فلوس عشان تحصل عليها وتكبر وتعمل الاشياء المهمه اللي انت هتحتاجها في المملكه بتاعتك. دي القوه الخاصه بالمملكه بتاعتك، ده بيبقى اسمك، ودي الرتبه بتاعتك. طبعا كل ما تعلى في الرتبه كل ما بيتفتح لك اشياء كتير، وبتقدر تحصل على موارد اكتر. زي مثلا هو ممكن يزود لك انتاجيه الموارد بنسبه 3%. كل ما بتعلى في الفي اي بي كل ما النسبه دي بتزيد، وكل ما تلعب اكتر كل ما رقم الفي اي بي بيزيد. فبتفضل ماشي على اللعبه، اي مهمه تجيلك تخلصها لحد ما تكبر ارضك والبي بي بتاعك ده يزيد. طبعا انا كنت لسه 6000 لما جمعت كل الاشياء دي، قوتي زادت لان مواردي زادت وبناياتي زادت. هنا جايب لي ان انا اعمل ابجريد، نقدر نعمل ليفل اب، وبيحتاج ان انا اعمل كواري، فهعمل ليفل اب للكواري، اخليه ليفل 3 عشان نقدر نعمل ليفل اب للسور الخاص بالمملكه. دي الموارد اللي احنا شفناها على اوبن سي. المليون زي ما شفتوا كان حوالي ب 20 دولار، والستونز والجولد والذره كانوا برضه بيتباعوا، الا الكريستالز ديت بتشتريها من جوه اللعبه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. في منها الفي اي بي باكج، وفي منها الكريستالات بس. كانك ممكن تدفع دولارز تحصل على كريستالات. زي ما انتم شايفين ال 100 كريستال عاملين دولار، فانا كده يعتبر معايا 3 دولار، ولكن دول مش للبيع، انا بس بشرح لكم ان دول غاليين الى حد ما. انا رايي ان اللعبه ناجحه، والتيم بتاعها ناشط جدا، وعلى طول بيعملوا دورات مختلفه وارباح كبيره جدا بتوصل لالافات الدولارات. طبعا لو حابب تخش الدورات دي تقدر تنضم زي ما قلنا للسيرفر بي اي جي. هتلاقي شباب كتير مهتمين بلعبه ليج اوف كينجدمز، يقدروا يفيدوك وتدخل معاهم وتبقى حليف معاهم، وطبعا يبعتوا لك موارد او اي شيء هتحتاجه جوه اللعبه، لان اللعبه بتحتاج ان انت تحارب ممالك تانيه وتسيطر على الممالك التانيه دي، وبكده قوتك بتزيد جوه اللعبه لحد ما توصل انك تكون انستوبيبل ومحدش يقدر يسيطر على القاره بتاعتك او المملكه الخاصه بيك. طبعا الحلفاء بيتم من عند اليانس. هنا لو انت عايز تعمل اليانس خاص بيك بتعمل كرييت، لو عايز تجوين بتعمل اتجوين، وبتدور على حليف. طبعا بيبقى قوه كل اليانس زي ما انتم شايفين هنا فوق الملايين. في اللي بيحتاج كونفرميشن لان هو يبص على المملكه بتاعتك قد ايه او قوتها قد ايه، وفي اللي هو بتقدر تعمل جوين عليه فري وما بيحتاجش اي كونفرميشن. ده قسم المسجات. عندك تقدر ان انت تضيف اصدقاء وتكلمهم مباشر، عندك الاليانس، عندك السيستم اللي بيبعت لك اشياء خاصه بالمملكه بتاعتك، اللايكس والايميلات اللي انت بعتها. هنا الانفنتوري بتاعتك بيبقى فيها الموارد وبيبقى فيها جولد، اي بوستز خاصه بيك زي ما قلنا اللي بيزود لك او بيعلي لك نسبه سرعه البنايات. هنا برضو نفس الموضوع، بيقلل لك 10 دقائق من نسبه البنايات او من الجيش. يعني ده مثلا
للهيلينج، ده للبنايات عشان عليه هامر، ده لأي تاسك هتعمله، ده للريسيرش تايم اللي هو البحث اللي انت بتعمله جوه الأراضي أو الممالك أو القارات، وده زي ما قلنا للجيش لو انت بتعملهم تدريبات وعايزهم يخلصوا بسرعة. دي الأذرز، ده تقدر ان انت تحصل على 60 تروبس، وده نوع من أنواع العساكر أو الجيش الخاص بيك. لو عملنا يوز اول كده هنقدر نحصل على 60 تروبس يبقوا معانا في الجيش، وده شيستز عبارة عن ان هو في بوستز او موارد او سبيد ابس تقدر تحصل عليها. لو دوسنا يوز اول هنقدر نحصل على الموارد او البوستز ديت او السبيد ابس، ده لو انت عايز تعمل تيليبورت للمملكة بتاعتك، ده لو انت عايز توصل للاليانس بتاعك وتحول المملكة بتاعتك انك تكون جنبهم، ده تقدر تعمل تيليبورت لاي حتة على الكرة الارضية، تقدر تعمل كده قبل ليفل 10 او انت ليفل 10، وده اليانس بادج بيبقى شيء خاص بصالة الحلفاء، وده تيكت تقدر تغير بيه اسمك زي ما انا عامله كده جوست 1302، ممكن اغيره ليه مثلا جوستيجو. ده كان باختصار شرح بسيط يقدر يخليك تلعب لعبة ليج اوف كينجدمز، لكن طبعا اللعبة بتحتاج وقت عشان تقدر تحترفها وتفهم ازاي تحارب القارات التانيين من عند فيلد اللي تحت دي. تقدر تخش مثلا على ده كده وتعمل اتاك، وده بيبقى وحش معين بتعمل له اتاك، وبعد كده بعد ما بيموت بتقدر انت تحصل على موارد منه. طبعا اول ما بتعمل كده بيبان لك هنا شريط وبيقدر انه هو يقول لك تم بنجاح، والموارد عندك بتزيد في المسجز زي ما انتم شايفين successful ان انا قتلت الجولم ده وعندي 3 تروبس نقصه والباور قل بنسبة 6. تقدر بقى تعمل كده مع ممالك جنبك زي ده كده، ده بيبقى عمارة عن جولد ماين، تقدر تعمل مارش كده تقدر انت تحصل على موارد من الجولد، ده هيكون ليفل 2 ومحتاج 12 دقيقة عشان تقدر تحصل على جولد. هنا قيس بقى نفس الكونسبت على اشياء تانية كتير، سواء كان للصخور زي ده كده تقدر تعمل برضو مارش عليه، ولكن ما عندكش اي تروب تقدر ان انت تروح، فده مهم جدا انك تعلي التروبس بتاعتك عشان تقدر تحصل على موارد اكتر، وده هيعلي من نسبة ربحك للعبة. طبعا كل ما تعلى في الليفل وكل ما البار بتاعك يعلى وكل ما التروبس بتاعتك تعلى، كل ما انت تزود ارباحك من اللعبة وتطويرات المملكة بتاعتك تزيد. ده كل شيء كان عن لعبة ليج اوف كينجدمز، اتمنى يكون الشرح كان مبسط وقدر ان يفهمكم جزء كبير من اللعبة. طبعا لو عندكم اي استفسارات زي ما قلنا تقدروا تنضموا السيرفر بي اي جي او السيرفر الخاص بالقناة، هتلاقوهم الاتنين موجودين تحت في الديسكريبشن، وهنكون معاكم باتصال مباشر لو عندكم اي مشاكل او محتاجين حلول جوه لعبة ليج اوف كينجدمز او اي العاب بلاي تو ايرن بتلعبوها. شكرا لكل اللي شافوني واللي هيشوفوني واللي بيشوفوني، اشوفكم في حلقة جديدة من العاب بلاي تو ايرن جامدة جدا. سلام.